يوم أسود جديد من أيام العرب. أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ سؤال ظل مفتوحا كجرح لا يندمل منذ قصيدة نزار قبان الشهيرة المعروفة بمطلعها يا تونس الخضراء، وحتى يومنا هذا. القصيدة التي ألقاها نزار قباني في المهرجان الذي أقامته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 22 آذار مارس 1980 بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس الجامعة العربية. وقتها كان الغضب العربي على مصر في أوجه على إثر توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1978، وكان متوقعا من نزار أن يهجو مصر، وهو ما فعله حقا، ولكنه تجاوزه إلى هجاء كل الأنظمة العربية ليسن سنة سار عليها الشعراء من بعده، حتى غدت القمم العربية موسما منتظرا للهجاء. قصيدة نزار الشهيرة منشورة في أعماله السياسية الكاملة تحت عنوان أنا يا صديقة متعب بعروبتي، ومما جاء فيها: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، وعلى جبيني وردة وكتاب، إني الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت بغنائه الأعشاب، أحرقت من خلفي جميع مراكبي، إن الهوى أن لا يكون إياب، قمر دمشقي يسافر في دمي، وبلابل وسنابل وقباب، الفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعطرها تتطيب الأطياب، والماء يبدأ من دمشق، فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب، والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب، والحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عبدوا الجمال وذوبوه وذابوا، والدهر يبدأ من دمشق، وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب، ودمشق تعطي للعروبة شكلها، وبأرضها تتشكل الأحقاب. يا تونس الخضراء، هذا عالم يثري به الأمي والنصاب، فمن الخليج إلى المحيط قبائل بطرت، فلا فكر ولا آداب. أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد، لكن ما هناك جواب. لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب، يتقاتلون على بقايا تمرة، فخناجر مرفوعة وحراب، قبلاتهم عربية، من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنياب. يا تونس الخضراء، كأسي علقم أعلى الهزيمة تشرب الأنخاب، وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب، والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب، والعالم العربي يرهن سيفه، فحكاية الشرف الرفيع سراب، والناس قبل النفط أو من بعده مستنزفون فسادة ودواب.